النوم هو أخو الموت، فالذي ينام بزيادة هو ميت. اسأل نفسك كم ساعة تنام؟ أنت تموت. ألا تقول حين تستيقظ الحمد لله الذي أحياني بعد إذ أماتني وإليه النشور؟ إذن أنت ميت. فما هو الحل؟ أن تنام فقط بمقدار الحاجة. بعض الناس بيقول لك أنا أريد اليوم عندي إجازة، سأطيل في النوم. الإطالة في النوم هي إطالة في الموت. نم بمقدار حاجتك، والزيادة عن ذلك فأنت تحاول أن تغتنمها بطاعة الله. إذا كنت طالب علم فبالتعلم وتعليم الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر، إن كنت حتى عاميا فبذكر الله وقراءة القرآن ومساعدة الناس ما استطعت، إلى غير ذلك من الطاعات. فإذا يا إخواني في الله، إياك أن تقول أنا أتلذذ بالنوم، فالنوم موت. حتى أهل الدنيا الناجحين يعلنون عن أنفسهم أنهم ينامون أقل عدد من الساعات. انظر إلى الناجحين من أهل الدنيا عندما يجرى معهم مقابلة، بل حتى من الكفار، فأول شيء يعلن أنه ينام أقل ممكن من عدد الساعات، بينما الذي يكثر من النوم هذا دلالة على فشله في دينه ودنياه. لذا نرى هذا الذي يكثر من النوم إذا جلس في الدرس كل شوي بيحاول يركع الحيط، ليش؟ عشان يأخذ له غفوة. هذا دلالة على فشلك في طلب العلم. بالعكس، إذا وجدت نفسك عندك نعس فقد أرشدك الشرع إلى أن تقوم فتمشي، مش تروح تركي على الحيط. إذا ركيت على الحيط شو مالك؟ إلا أنت نايم. وهذا الذي يحدث في خطبة الجمعة، فبعضهم يأتي مبكرا بدل أن يغتنم فيجلس في الصف الأول يبحث عن حائط يتكئ عليه. انتوا الان اتفرجوا في اخوة اللي بيركوا عليها، اتفرجوا عليهم اثناء الدرس، شوف كل شوي لو مغمض لك عينيه، هذا فخ، ما توقف الفخ. وكما كانت العرب تقول العين مغرفة الكلام، فانت تجلس في مكان لا ترى فيه الشيخ، هذا مدعاة الى عدم الانتباه وعدم الفهم.